بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووكالة الجهة الشرقية تنظم جمعية عين سبيليا للفنون الشعبية الدورة 13 لمهرجان العلاوي وتفرنت الأمازيغي 8 تحت شعار الحفاظ على الموروث الثقافي في المناطق الهشة. ندوات، معارض وسهرات فنية، موعدكم مع فعاليات هذا المهرجان المتميز من 20 إلى 22 أكتوبر بمدينة دبدو. كونوا في الموعد.